والآن مع كلمة معالي مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. Son Excellence Monsieur le Ministre de la Jeunesse des Sports Khaled Abd Al-Aziz. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، السيد المهندس هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور خالد حمود رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، السادة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، السادة رؤساء الاتحادات المصرية، السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، السيدات والسادة الحضور، السادة الإعلاميين. الحقيقة يعني بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد اللي هتقام في مصر بإذن الله في يناير 2016 واحدة يمكن من أهم البطولات اللي هتقام في مصر خلال الخمس وعشر سنين القادمين. كرة اليد المصرية أصبحت بدون منازع هي اللعبة الشعبية الثانية في مصر بعد كرة القدم، واحنا شفنا لما كان كاس العالم بيتلعب في قطر وكانت المنتخب المصري مشارك، وكان في كلام كتير على عدم مشاركه المنتخب او مشاركته، لكن الحمد لله المنتخب شارك وادى اداء رائع جدا في كاس العالم. كنا يعني نتمنى احسن من كده، لكن النتائج اللي قدمت في هذه البطوله كانت رائعه. انما المهم اللي احنا نعرفه ان البطوله الوحيده اللي بيراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن منذ تولي الرئاسة هي بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2016، وهي دي البطولة الوحيدة اللي وضعت تحت رعاية السيد الرئيس. احنا متوقعين إن شاء الله أن هذه البطولة هتكون تحقق، احنا أصحاب الرقم القياسي في حضور مباريات كرة اليد من ناحية الجماهير. أنا أعتقد أن هذه البطولة ستحقق بإذن الله. أنا كنت بتكلم مع الاتحاد المصري لكرة اليد النهاردة، إن شاء الله مصر هتلعب 8 مباريات في هذه البطولة بإذن الله لحد ما تفوز بيها. الثمان مباريات دول انا متوقع اقبال جماهيري كبير جدا، ربما يكون العدد الصالات المغطاه في استاد القاهره بتشيل 20,000، لكن انا متوقع يمكن توصل الطلبات ل 100,000 تذكره على المباراه الواحده. هيبقى عندنا مشاكل كبيره جدا في حضور المباريات، لكن انا بقول للشعب المصري كله احنا ان شاء الله بدانا من الان الاستعداد لهذه البطوله في الصاله الكبرى في استاد القاهره، وان شاء الله هنشوف صاله مغطاه على اعلى مستوى. هي اتعملت سنه 91 واتعملت بشكل رائع جدا، لكن ان شاء الله التطوير اللي هيتم في الصاله واحد في استاد القاهره هتجعل هذه الصاله واحده من اهم واعظم صالات المغطاه في العالم كله. احنا جايبين اكبر الشركات العالميه وهتشتغل في بدات التصميمات ابتدت وهنبدا العمل فيها فورا، وان شاء الله باذن الله في شهر يناير القادم مصر هتشوف بطوله على اعلى مستوى باذن الله. من ناحيه الاكاديميه اللي اتكلم عليها السيد رئيس الاتحاد الافريقي، احنا جاهزين من الان للاستعداد لان احنا يبقى عندنا اكاديميه لكره القدم لكره اليد الافريقيه، لان احنا عارفين ان كره اليد ليها مستقبل واعد جدا، واحنا شايفين ان في اعداد كبيره جدا من الشعب المصري وشباب المصري عايزين يلعبوا كره اليد على مستوى البنات والبنين. فاحنا شايفين الحقيقه ان احنا لابد يكون عندنا هذه الاكاديميه في مصر، واحنا عندنا امكانيات وعندنا بنيه اساسيه كبيره جدا، نستطيع الان ان احنا يكون عندنا هذه الاكاديميه. واحنا متخيلين ان احنا بالخبرات اللي موجوده عندنا ان احنا خلال سنوات قليله ان شاء الله ستكون جمهوريه مصر العربيه واحده من الدول اللي بتنافس دائما على الصداره في كره اليد، وتكون واحده من اعظم 8 دول في العالم، وده سهل بالنسبه لنا ان احنا نكون من اعظم 8 دول في العالم بتلعب كره اليد. الحقيقه احنا يعني يهمنا جدا البطوله دي مؤهله لريو جانيرو 2016، واحنا بالتعاون مع اللجنه الاولمبيه المصريه وكل رؤساء الاتحادات بنبذل اقصى جهد ان شاء الله ان البعثه الاولمبيه في مصر في 2016 تكون واحده من اكبر البعثات الاولمبيه على مستوى العالم. املنا كبير جدا في العاب جماعيه كتير هتشارك في الاولمبياد، لكن عندنا فرقتين بس جماعيتين هم اللي عندنا امل للمنافسه على ميداليه اولمبيه، كرة اليد الأول فيهم والثانية كرة القدم، لأن عندنا منتخب أولمبي على مستوى عالي. أنا شايف إن هذه البطولة هتكون في إطار استعداداتنا إن شاء الله ريو جانيرو 2016 واستعداداتنا لكأس العالم في فرنسا في 2017. زي ما عرفت من الدكتور خالد إن فريق واحد بس بيتأهل للأولمبياد وثلاث فرق بتتأهل لكأس العالم في فرنسا 2017، فبالتالي إحنا العام كله في 2016 هيكون استعداد كبير لكرة اليد. كرة اليد من الألعاب اللي بتعمل نوع من التجمع الشعبي زي كرة القدم، ولكن ربما يكون ان نتيجة انهم بيلعبوا يوميا فاحنا هيبقى عندنا خمس مباريات متتالية في خمس ايام متتالية في شهر يناير القادم مع خمس فرق مختلفة من افريقيا. انا شايف ان ده تحدي كبير لينا، ان شاء الله نفوز بهذه البطولة وان شاء الله نتأهل لريو جانيرو، وهيبقى الشعب المصري بيطالب
الاتحاد كره اليد بميداليه اولمبيه، ثم هيطالبوا بعد كده بمركز متقدم في كاس العالم 2017. وعشان كده انا الحقيقه يعني شايف ان الاتحاد المصري لكره اليد عليه دور كبير جدا خلال الست اشهر القادمه، واحنا كمان في وزاره الشباب والرياضه علينا دور كبير جدا ان احنا نجهز البنيه الاساسيه المصريه لاستقبال حدث كبير زي ده. احنا بدانا من امبارح بالتعاون مع الاتحاد الافريقي في دراسه كل المطلوب لاستخدام هذه البطوله. لكن يهمنا نتكلم قوي ان احنا يكفينا فخرا ان الدكتور حسن مصطفى هو رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، واحد من اعظم الاتحادات اللي في العالم. فلما يكون مصري زي الدكتور حسن مصطفى على راس هذا الاتحاد، ده رساله مهمه جدا للعالم ان مصر فيها كره يد متقدمه، وان مصر في رئيس الاتحاد الدولي من مصر. ولذلك احنا لازم نكون برضو على هذا المستوى، لازم البنيه الاساسيه بتاعتنا في البطوله القادمه تعكس هذا التفوق الرياضي في كره اليد، والفريق بتاعنا يكون على المستوى المتميز. فانا شايف ان احنا من هنا دلوقتي لغايه 2016، سواء من رعايه السيد رئيس الجمهوريه او من اهتمام الحكومه المصريه بتجهيز البنيه الاساسيه لاستقبال هذه البطوله، او من اللجنه الاولمبيه المصريه اللي هي تضع في اعتبارها بالتعاون مع الاتحاد المصري لكره اليد كيفيه استعداد الفريق بتاعنا لاستقبال هذه البطوله. كمان هيبقى عندنا في شهر اكتوبر القادم القرعه الافريقيه، ولازم ان شاء الله هنعملها على اعلى مستوى. فانا بدعو من هذا المكان وقبل توقيع التعاقد ان يكون الست اشهر القادمه، ثم بعد كده ست اشهر اخرى، ثم بعد كده ست اشهر ثالثه حتى فرنسا 2017، يكون ال 18 شهر القادمين دول هم اهم وقت لكره اليد المصريه. بطلب من الساده الاعلاميين نكون عندنا اهتمام كبير قوي من كل وسائل الاعلام والصحافه والراديو والتلفزيون، بحيث ان احنا نشجع اولادنا، بيبقى في التفاف شعبي حوالين الفريق المصري لكره اليد عشان يحقق امال مطلوبه، سواء في بطوله افريقيا في يناير القادم، او ريو دي جانيرو في 2016 في شهر 7، او في كاس العالم في فرنسا 2017. كل التمنيات الطيبه لكره اليد واسره كره اليد والرياضه المصريه بشكل كبير جدا. واشكركم على الاستماع. السلام عليكم.